الو، ايوه يا منى. بقول لك ايه، انا شكلي اتعودت على الحبوب الهباب بتاعتك دي. ايوه بتصحصحني، بس انا مش عايز اعود نفسي عليها. دبريني قولي لي اعمل ايه. يعني نص مش هيأثر؟ طيب ماشي، يلا سلام. كل سلطة يا معلم، سلطة. شكرا. سلطة يا حبيبي. شكرا. خد بلع يا معلم، ده من فرنسا. يسلم ايدك. كنت حتة اللحمة دي وبابا، حتة اللحمة دي وبابا. والله انا وشيف، انا وشيف بابا. وفي ايه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسة، ألف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لأحلى عريس. تشكر يا فنانة. يا حبيبي. وده الحبيبي. إيه دي النقطة؟ حسن، طول عمرك حسن يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل تعودت إني أكسب من على جبيني. اوه برافو برافو خميس، طول عمرك تبهرني بشهامتك. نتعلم منك يا باشا، نتعلم منك يا باشا. طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك، طول عمره بيبهرك. صح. انما قول لي يا معلم، هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا، شهر عسل ايه؟ خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 يا معلم، ما تقولش كده على نفسك، ده فال مش حلو. يا معلم، اليخت بتاعي مستنيك في الجونه بكل اللي بيشتغلوا عليه تحت امرك. السلام عليك يا باشا وعلى حنيه قلبك. للدرجه دي بتحب المعلم النوح؟ الله، قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس، ده ماكسيمم يدبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا لا لا، انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه بتاع ايه يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على اخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولم اعزاله عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل ايه؟ الراجل بتاع الكفته اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفته اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. في صحة العريس بقى يا خميس. في صحة أحلى عريس. إن العروسة دي أدبها وحش. عروسة فقر. طمني يا دكتور، إيه الأخبار؟ هو كان أخد حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي إيه يعني يا دكتور؟ معاك أنت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلامه، أصله تعبان شوية. هو واضح ان هو تعرض لانفعال مفاجئ، بالاضافه لاذا كان خد حاجه يعني، فعملته هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنه اللي خدها هتخليه كويس جدا ان شاء الله. يا رب. يعني ايه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا ايه؟ يا بنت اتكلمي شويه، شهر عسل ايه وبتاع ايه؟
لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح. يا بختك يا سوريا. يا بنت تبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكت يا بنت الدوية. اديني الحباية، الحباية. حباية. حباية. سلامتك يا معلم. ألف مليون سلامة عليك يا أخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين، وعين كبيرة قوي. خدتوها على إيه يا أختي العين الكبيرة قوي دي؟ بقى الحاجات دي بتتنزر. دي خيبة القمر راكبها جمل. شايف مرات ابنك بتلقح عليا بالكلام إزاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما بقوم. اصبر عليك أما تقوم. بقوم. بقوم. ولا طلعت قد القول يا باشا؟ اللي عمله العمروطي الليلة كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المرة اللي فاتت؟ لا، في شغلتنا دي ما تأمنش لصوابع ايدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمة في حقه. ايه رأيكم بقى ان انا مش مطمن الحكاية دي لغاية دلوقتي؟ ازاي النوح يسيب بيته بالسهولة دي؟ أكيد الحكاية دي وراها مصيبة. ليه يا خال؟ هو أنتوا مش برضو سبتوا البيت بالسهولة دي؟ اشمعنى بقى؟ أنت بتعايرنا خميس ولا إيه؟ أنا بفكرك بس. مصاريفنا كانت بره خميس، وكنا لازم نلمها، والنوح حط السكينة فوق رقبتنا. أنت اللي سلمت رقبتك يا خال. ما تزعلش مني. هي محشورة في زور أصلها، واقفة من ساعتها، مش عارف أبلعها. كان نفسي تقف له بدل ما تطيله. ما تطيله؟ ما تحسب على كلامك يا خميس. ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خيبت زمان. خلونا في مكسب الليله. يبقى احسن برضه. ماشي يا حاجة. ماشي. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين عليك، يا صباح الورد على جناين مصر كلها. خلاص يا حنتومة، صبرت ونولت، الدنيا كلها فتحت لي ايديها. الحلم فاضله تكة ويتحقق، والتكة دي في ايدك انتي، وعشان خاطري بقى تكملي جميلك معايا. راحة على روحك شوية يا ست شوق وفهميني. هفهمك، بس لازم تعرفي ان اللي عملتيه معايا ده كله كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. كله بحسابه وانا تحت امر. وبالنسبه للحساب اللي خدتيه مني قبل كده هتاخدي قده مرتين. قولي تلاته. شوقتيني. قولي لي بس انت عايزه اعمل لك ايه يا ست شوق؟ في واحده بتجيلك هنا اسمها مطره، عارفاها؟ طبعا عارفاها ست مطره، دي ست كريمه وايدها فرطه. افندينا له مصلحه عندها وقصده، وانا عايزاكي تقفي جنبي وتساعديني يا حنتوش عشان خاطري. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. الله الله. عيني، انا تحت امرك يا ست شوق. ده انا هفعصه، هعجنه بايديا دول وارمي لكلاب السكك. طب بالراحه وطي صوتك، بس انت هتفضحنا بصوتك العالي ده. خميس وسخ معايا قوي يا رمانه، وسخ معايا على الاخر. فضل يدحلب للباشا ويتمسع في رجليه زي كلاب السكك لغايه ما نوله غرضه. يعني خميس كده خلاص؟ حط ايده في ايد الباشا؟ حط ايده بس. ده ركب ودلد رجليه يا ماما. ده بقى زي ضله، معاه في كل حته. ودي اخرتها. عايزين يطردونا من بيتنا. سلامات يا باشا. وحياة ام.